أهلا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم بمشاهدة حلقة جديدة من برنامج الحوار على أرض العرب. ضيفنا اليوم هو دكتور أمير السعيدي، الخبير الأمني العراقي. مرحبا بكم دكتور. وقع هجوم قاتل في القرادة وسط بغداد في يوم 3 يوليو، مما أودى بحياة المئات من الأشخاص الأبرياء، ليصبح أخطر هجوم إرهابي في العراق خلال السنوات الأخيرة. فكيف ترى هذا الشأن، وما هو السبب والهدف لهذا الهجوم الإرهابي؟ في البدء، هي أولا عملية الانفجار لم تكن باستخدام مواد شديدة الانفجار، لأنه ما أحدثته من خراب داخل المنطقة لم يوحي لحد الآن كأدلة وككشف بياني للمنطقة بأن هناك مواد محملة شديدة الانفجار داخل هذه العجلة المفخخة المرسلة بالانتحاري، وإنما كانت محملة قد تكون بمواد سريعة الانفجار وذات تعطي فجوة كبيرة، أي في انفجار يحدث حريق عالي وانفجار عالي، أي ليست عملية تدميرية، لا توجد به مواد C4 أو TNT كثيفة. كانت تعتمد تنظيمات داعش الإرهابية أن تحمل العجلة المفخخة برؤوس لقنابر هاون أو قذائف مدفعية مع بعض المواد من العبوات الناسفة داخل هذه العجلة حتى تحدث أكبر نسبة من الخراب. ما أحدثته اليوم هي عملية انفجار عالي وإحداث حريق، مما أدى إلى تناوش المخازن ومناطق التي تحتوي على مواد كحولية من العطور ومواد التجميل، وإلى مواد الملابس المنتشرة من الأسواق والمولات في هذه المنطقة، التي هي أحدث فيما بعد عملية الدمار لهذه المنطقة، كونها تحتوي على كثير من المواد السريعة الاشتعال، أي لم يكن الانفجار هو تدميري. ما أحدث فيما بعد هو نتيجة توافر المواد الأولية في هذه المخازن وفي هذه الأسواق والمحلات، هو من أحدث الدمار ولم يحدث الانفجار. أي لو قمنا بعملية كشف لا توجد بقعة أو حفرة في موقع انفجار العجلة للمنطقة التي أحدث فيها التفجير، أي لا توجد لحد الآن بقعة قد أحدثتها لانفجار هذه العجلة داخل الشارع قرب مركز هادي سنتر، وإنما هو عملية انفجار شديد وعملية إحداث حريق كبير هو من أحدث هذا الخراب فيما بعد، نتيجة أيضا تأخر وصول الدفاع المدني إلى المنطقة. دعنا أذكر هناك أكثر من محور، أولها هو نتيجة نشر قيادة عمليات بغداد واللجنة الأمنية في محافظة بغداد الخطة الأمنية للعيد الفطر المبارك، وبالتالي هي عملية تحصين هذه الشوارع، وكان من المؤمل أن تكون الخطة بقطع شارع الكرادة وشارع فلسطين وشارع الربيعي في زيونة وشارع بغداد الجديدة وإذا شارع المنصور وإذا مناطق أخرى قبل أيام عيد الفطر، وكانت تنتظر حلول إعطاء مكتب رئيس الوزراء العطلة الرسمية حتى تقوم بهذه القطاعات. عملية قيام تنظيم داعش بضربة استباقية حتى لا تقطع عليه هذه الأماكن التي يمكن أن توفر لديه إعلاميا نصرا كبيرا لإحداث أكثر ما يمكن من الخسائر البشرية بالأبرياء، وإحداث أكبر ضرر ممكن في عملية الأمن والاستقرار، وإفشال فرحة الشعب العراقي بما أحدث من انتصار كبير في قضاء الفلوجة، وإيصال رسالة بأنه لحد هذا الساعة من الممكن أن تتوافر لديه الإمكانات والقدرات على أن يصل إلى قلب العاصمة حتى يسقط هيبة الدولة التي حققت عليه انتصارات ناجزة وما زالت تتحقق في محافظة الأنبار، في محافظة صلاح الدين، وأيضا في محافظة نينوى. طبعا هو سيحقق بعض النصر لأولا كسب التبرعات، لكسب عناصر جديدة متطوعة، لكسب أولا بأنه رسالة ليس فقط للعراقيين ولا كل البقعة التي تتواجد عليها تنظيمات داعش، بأنه لديه أن يصل. ودعني أذكر لقد سبق ونهدد تنظيم داعش الإرهابي قبل شهر رمضان بأنه سيصل ولديه غزوة مباركة مثل ما يقول على أوروبا، وهدد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وسيضرب متى ما استطاع هذه المناطق المحصنة أمنيا استخباراتيا مخابراتيا، ولديها كثير من الإمكانات التي لا تتوافر للحكومة العراقية ولا للأجهزة الأمنية، وبالتالي هو استطاع أن يقول من خلال ضرب التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية المتعاضدة في حربها على الإرهاب عالميا في الساحة العراقية. أكيد ستزيد زخم معنويات وعملية ثبات وصمود تلك القطاعات التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي في ساحة المواجهة بالميدان، إن كان في محافظة الأنبار، في محافظة صلاح الدين، وفي محافظة نينوى، بل ستعد العدة لأن تحصن
أنفسها أكثر وستزيد من حجم مشاركتها وفاعليتها باقتناص هذا التنظيم الإرهابي بما أحدث من خسائر كبيرة من أبرياء الشعب العراقي الذين كانوا من المتوقع أن يفرحوا بالشهر المبارك الفضيل ويفرحوا بانتصارات الناجزة التي حققت في محافظتي الأنبار وفي محافظة نينوى، لكن فيما يبدو بأن تنظيم داعش الإرهابي أراد أن يجعل العراق صائما عن فرحته حتى مع وجود العيد مع الأسف أقول. دكتور، نعرف أن العراق قد حقق انتصارات كبيرة لمكافحة داعش في المعارك، ولكن داعش قد شن هجمات إرهابية في تركيا ودول أوروبا أيضا، وهذا يعني أن داعش قد بدأت بنشر فكره الإرهابية إلى العالم كله. دعنا نذكر أولا لا توجد اتساع لبقعة الإرهاب القاعدي الداعشي بمسكه للأرض أو عملية انتشار أو نشر مثل ما يدعي خلافته ودولته. هناك انحسار لهذه الدولة ولهذه الخلافة المدعية المزعومة. اليوم قد انحسرت إمكانية سلطتها على الأراضي داخل العراق بنسبة 80%، وكذا حصل مع وجوده على الأراضي السورية، وكذا حصل في تواجده في ليبيا وأيضا في مصر وفي اليمن وهكذا دواليك. لكن وجود انتشار لهذه التنظيمات الإرهابية أيديولوجيا وفكريا لاستقطابها بعض التطرف وبعض الجهلاء من الشباب المنزوي والمحاصر اقتصاديا واجتماعيا هو الذي مدعاة يجب أن يحارب بتنمية بشرية مستدامة لكسب عقول وقلوب هؤلاء المغرر بهم لاستدامة زخم تقديم المساعدات لشعوب العالم الثالث ومن ضمنها العراق ومنطقة الشرق الأوسط كونها تشكل بؤرة لهذا التنظيم الإرهابي. يحاول تنظيم داعش بعد خسرانه الكثير في سوح المواجهة والمعارك مع العراق وفي سوريا وفي دول آنفة الذكر أن يقول لا زلت أمتلك قوة ولا زلت أستطيع أن أهدد قلب دول التحالف الدولي إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو دول حلف الناتو أو حتى دول متعاونة معها. اليوم شهدنا عملية فاشلة قد حدثت في السعودية محاولة استهداف القنصلية الأمريكية في جدة، وكذا الأمر يحاول أن ينشر بأنه لا زالت لديه هذه الإمكانات ولهذه هذه القدرات لتعويض خسرانه على الأرض باستبدال خطة أي التمكين إلى خطة بي بنشر الرعب والصدمة والإرهاب بعد أن لم يتمكن من التمدد جغرافيا يحاول أن يتمدد إرهابيا في تلك المناطق، وبالتالي محاولة إعادة الكسب للعناصر وكسب الدعم من الأموال واللوجستيك وأيضا الموارد البشرية. يعني هذه قاعدة كلما كان هناك ضغطا كبيرا وهناك حصارا على هذه التنظيمات الإرهابية كلما تحاول أن تفك هذا الحصار وتقوم بعمليات انتقامية. يعني ما حدث في منطقة الكرادة أنا أسميها عملية انتقامية أكثر مما هي عملية تصدر لسوح الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وتحقيق إنجاز لأن هي ما زالت موجودة على الأرض، وإنما أرادت أن تنتقم من الشعب العراقي نتيجة هذا الانتصار الكبير الذي حققه بوحدة صفه وتلاحمه مع الجيش والأجهزة الأمنية. هو يحاول أن يشرخ هذه الوحدة المجتمعية والتماسك والنسيج العراقي الذي أثبت وحدة صفه بمحاربة الإرهاب من حشد شعبي وحشد عشائري وأيضا أجهزة أمنية وجيش عراقي. واليوم هو يحاول أن يلعب على إحداث الفوضى مثل ما يحدثها في أي مكان، من غير هذه الفوضى لن يكون لديه وجود، وبالتالي يحاول جاهدا أن يتصدر هذه الدول. إن لم يكن حتى في منطقة الشرق الأوسط سيوجد له بديل في تلك الدول التي تتوافر لديها بيئات حاضنة أن تنطلق منها أيديولوجيا. دعنا نذكر هناك قرارات مجلس أمن لم تتفعل بشكل حقيقي من قبل المجتمع الدولي، وأذكر بالقرار 2170 2178 وآخرها 2199 و2249. أقلها يحتاج أن نزيد زخم تفعيل قرارات الأخيرة لمجلس الأمن حتى يكون هناك تعاضد كبير لملاحقة تنظيم داعش أيديولوجيا وفكريا واستخداما معولما لوساط التواصل الاجتماعي والاتصالات وكذلك منابع دعم اللوجستية والمادية التي ما زالت تنتشر عبر منظمات مجتمع مدني عبر منظمات إنسانية أو إسلامية. فكيف نواجه تهديد هذه الفكرة الإرهابية ولم تتعرف؟ هذه نقطة جدا مهمة. نعم سنكون هناك انتصارا عسكريا بالقضاء على
كل تنظيم داعش المتواجد على الأراضي العراقية، لكن لن نستطيع أن نقضي ولا أن نحاول أن نحاصر بشكل كبير بؤره الفكرية والأيديولوجية. علينا أن نستطيع أن نعيد أولا التعاضد السياسي، ما زال نتكلم على الساحة العراقية، زيادة بناء بيت الداخل العراقي الذي لم يتكامل لحد الآن بحركة توافق، لم تنهض بعملية البناء ولا بعملية بناء كامل الدولة العراقية، ما زال التقاطع والتناكف السياسي هو المسيطر على فكر بناء الدولة العراقية، أي لم تستطع العملية السياسية الحالية أن تقوم بناء هذه الدولة، وما زالت الإشكالات في التوافق السياسي التي تحكم على الدستور العراقي وعلى من يقود العملية السياسية بالعراق، وبالتالي يحتاج إلى عملية إعادة شكل النظام السياسي هذا بالعراق وشكل التوافقية التي بنيت عليها، وهي توافقية غير حقيقية مع الأسف، أقول لم تبنى على توافقية ديمقراطية مثل ما نشهدها بالعالم الغربي. نحتاج إلى زيادة وحدة المصالحة المجتمعية بين الطرف العراقي، نحتاج إلى كسب عقول وقلوب تلك المناطق التي غررت واستطاع تنظيم داعش أن يوجد بها مناطق وبيئات حاضنة، نحتاج إلى تطوير التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية التي تلاقي كثير منهم على أسف أقول من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية، وما زالت تهميش فرص العمل قليلة، عدم وجود عملية بناء حقيقي. أنا أتكلم هنا عن الحالة الجانب الاقتصادي والإنساني للمواطن العراقي. اليوم غالبية الشعب العراقي هي غالبية ذكورية وأيضا شبابية، يعني المعدل شكل المجتمع العراقي هو شبابي، معدل العمر لهم من 15 إلى 35 سنة، وبالتالي نحتاج إلى استثمار هذه الطاقات المتوفرة لديه، لا نهمشها ولا ندعها تهرب من أيدينا، وبالتالي يستطيع الإرهاب هذا أن يستثمرها لصالحه عن طريق يعني مصطلحات الإقصاء والتهميش وعدم الاهتمام، وهي أصبحت جانب متاح لدى هذه التنظيمات الإرهابية. بالتالي الحكومة لم تستطع وحدها، أذكر الحكومة العراقية لا تستطع بإمكاناتها الحالية نتيجة مواجهة كثير من التحديات، أولا التحديات مواجهة الميدان لتنظيم داعش، يعني معرقلات اقتصادية، ضغط لتقشف كبير تعيشه الموازنة العراقية، أيضا تحديات سياسية وإقليمية مفروضة، لا يوجد وحدة قرار سياسي ولا استقلال لهذا القرار العراقي، ما زال هناك ضغط علينا من الطرف فواعل دولية وفواعل إقليمية، نحتاج أن نستقل بقرارنا حتى نستطيع أن نقوم الجبهة الداخلية التي تستطيع أن تواجه هذا الإرهاب وتقضي على بواره الأيديولوجية والفكرية. في حين تقاطم الجيش العراقي نحو مدينة الموصل، فما رأيك في كيفية تأمين المدن في الخلفيات؟ طبعا دعنا نكون أكثر وضوحا، لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نحافظ 100% على أمن العاصمة أو حتى محافظاتنا في الفرات الأوسط أو في الجنوب، لأن تنظيم داعش غالبا ما ينشط بشكل تكتيكي لضربات قد تكون في بعض الأحيان نوعية مثل ما حدث في تفجير الكرادة قبل عدة أيام، وبالتالي ومثل ما حدث في مطار أتاتورك الذي يعتبر واحد من أهم ثلاث مطارات في أوروبا بعد أن كان يستحل هذا الأمر مطار فرانكفورت في ألمانيا، لم يستطع الأمن ولا المخابرات والاستخبارات التركية أن تمنع ثلاث انتحاريين في المطار أن ينفجروا أنفسهم، وبالتالي نحتاج إلى تعاضد أكبر بين المواطن وبين الأجهزة الأمنية، وأيضا الاستعداد استباقيا لأن يقوم تنظيم داعش بضربات انتقامية أو محاولة لإثبات وجوده داخل الساحة العراقية لحد الآن، وهذا ما ينشط به من خلال خلايا متأهبة وليست مثل ما يقول البعض والمحللين يسموها خلايا نائبة، أنا أسميها خلايا متأهبة تنتظر ساعة الصفر وجرس الإنذار لتقوم بتنفيذ ضربتها مثل ما يحدث في غالب الأحيان ومثل ما حدث حتى يوم أمس بعض العبوات الناسبة أو إرسال قبل يومين انتحار في جنوب غرب العاصمة بغداد، لكن لم يستطع من تنفيذ ضربته، استطاعت أن تصطاد الأجهزة الأمنية وتقتله قبل أن يقوم الوصول إلى سوق شعبي، ولهذا نرى هذه العملية لن نستطيع أن نقوم أداء الأجهزة الأمنية ما لم نعطيها الأدوات المتوفرة، يجب أن نوفر بنى تحتية متكاملة لأجهزتنا الأمنية وكذلك إعادة النظر في هيكلية هذه الأجهزة التي تحتاج إلى كثير من مفاصلها، عملية إقرار قوانين، توافق سلطة تشريعية وتنفيذية، عملية تقديم هذه النخب المتوافرة إلى دورات تدريبية في دول متقدمة وليست في دول إقليمية لا تمتلك من الإمكانات الكبيرة.
كثير. يعني علينا أن نتلاقح مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع دول أوروبية، حتى مع دولة الصين الشعبية، فسح هذا الأمر لتطوير أجهزتنا المخابراتية والاستخباراتية التي ما زالت لحد الآن لا تمتلك لا من التقنية المتطورة بشكل كبير ولا من الأجهزة المتاحة. يعني لحد هذه الساعة عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتواجد على الأرض العراقية كانت سماء بغداد حبلة بالمناطيد، لكن اليوم لا نشهد أي منطاد يتوفر ويرصد هذه الحركة الغريبة لهذه التنظيمات الإرهابية. هناك بعض الأنباء مفادها بأن العراق يواجه الآن تهديدات إرهابية خطيرة عازيا إلى حرب العراق عام 2003، فكيف ترى هذا القول؟ دعنا نذكر السبب الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، هي من أحدثت The Chaos، الفوضى الخلاقة في العراق وفي المنطقة عموما، وهي من فتحت ونشرت الجبنة في الأراضي العراقية لمحاربة سابقا حرب عالمية فيما يسمى على تنظيم القاعدة الإرهابي، أعلنها بوش الابن وأعادها مرة أخرى السيد أوباما في حربه العالمية على الإرهاب فيما تسميه الدوائر الثانكس تانكس لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب العالمية الرابعة. ولهذا نراها بأنها لن تستطع أن تقوم ولا تواجه هذا التنظيم الإرهابي ما لم تقوم البناء الداخلي للدول التي تواجه الإرهاب، وهذا ما فشلت به الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أحدثته، بل هذا باعتراف منظري استراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية عندما قالوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أهم أخطائها الاستراتيجية في العراق هي لم تستطع أن تستكمل بناء وقدرات وكفاءات الجيش العراقي فيما بعد عام 2003 لحد عام 2008، بل لحد مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية من الأراضي العراقية. الآن بعد أن سقطت محافظاتنا العزيزة بيد الإرهاب القاعدي الداعشي تكثف الولايات المتحدة الأمريكية تدريب الجيش العراقي وتكثيف دوراته، بينما عندما أرادت المغادرة قطع الكونغرس الأمريكي المساعدات المقدمة لتدريب وزارة الداخلية أفراد ومنتسبي وزارة الداخلية العراقية وقال على العراق أن يتحمل المسؤولية بنفسه. ولا نرى بهذا الولايات المتحدة الأمريكية بل حتى عدم جديتها في ملاحقة الإرهاب القاعدي الداعشي. أذكر الأراضي العراقية السورية كانت مفتوحة أمام هذا الإرهاب لعدة أشهر ولسنوات، بل كان يتاجر بالمافيا وبالرقيق وبالأسلحة وبالآثار وهي تلاحظ هذا الأمر، لكنها لم تضرب بضربتها الأولى، لم تضرب. يعني عندما أعلن السيد أوباما في شهر آب عام 2014 استراتيجية جوية قامت بأول ضربة جوية لبعض مقرات تنظيم داعش، لكنها لم تستهدف الموارد المالية التي كانت تقدم المليارات ملايين الدولارات إلى تنظيم داعش وهي المصافي وآبار النفط. لقد انتبهت هذا الامر بعد ان اعطته فسحه لين ينتعش وينتشر بعد عام ونصف اعتقد بعدها قامت باستهداف تلك المصافي وهذه الابار، وهكذا فعلت مع الحدود العراقيه السوريه المفتوحه ولم تستخدم كامل التقانه ولا الامكانات المتاحه لها حتى تحارب. وبالتالي المسؤوليه تضامنيه. وذكر الولايات المتحده الامريكيه لديها ارتباط استراتيجي مع العراق باتفاقيه اسطر استراتيجيه بعيده المدى، اتى في قسمها الثالث هو القسم المختص بالأمن، تقول بأنها ستحافظ على الأمن والسلم العراق. لماذا؟ مو الخطر العراق، لتحافظ على الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي هي ينبغي عليها أن تلتزم بهذه الاتفاقية حتى تحافظ على أمن وسلم المنطقة من خلال الحفاظ على أمن وسلم العراق. فكيف أثرت حرب العراق عام 2003 على هذا البلد خاصة من حيث التنمية الوطنية؟ فيما يبدو لقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنجح بتقويض بنى التحتية إلى ما عصر قبل الصناعة وعادته مرة أخرى إلى ما تحت الصفر عندما قد قوضت كل هيكل الدولة العراقية، لم تبقي شيء للدولة العراقية فيما بعد تأسيسها من 21 عام 21 إلى حد عام 2003. نعم هناك كان نظام ديكتاتوري مستبد حاولت أن تنقذ مثل ما تدعي الشعب العراقي، لكن في نفس الوقت هي حطمت كل بنى التحتية لنشوء شعب يمكن أن يعيد هذا البناء مرة أخرى. عادة تصميم شكل هذا البناء وشكل هذه الدولة، لكنها في نفس الوقت لم تقدم كامل المساعدة لدعم هذا البناء. نعم لديها أرسلت خبراء مستشارين بوزارات العراقية، لكن في نفس الوقت هي أرادت أن تحقق يعني مثل ما يقول هنري كيسنجر، لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تمرر كامل أهدافها بالمنطقة ومصالحها للحفظ على الأمن القومي الأمريكي ما لم تحققها من خلال البوابة العراقية. وبالتالي هي أرادت أن تمرر مشروع تقسيم المنطقة وإعادة خارطة التي لم ينتبه عليها العالم، إلا أن وصلت مناسبة انتهاء عقد اتفاق الساكس بيكو بعد 100 عام، عند ذاك انتهى العالم. الولايات المتحدة الأمريكية كانت منتبهة ودورات المخابرات والاستخبارات بأن سينتهي العقد بيننا وبينهم في انتهاء
تحتها ساكس بيكو، وهي عدت العدة منذ عام 2011 لأن ينتهي هذا التقويض وتعد تقسيم المنطقة. بل انظر للمفارقة، هناك مقاربة، هناك تشابه بينما الخرطة التي نشرتها تنظيمات داعش وبين الخرطة التي نشرتها يعني الإعلام الأمريكي في عام 2013 على تقسيم المنطقة، عندما قسم العراق إلى 3 دول، إلى السعودية 5 دول، إلى سوريا 3 دول، لبنان 3 دول، وهكذا دواليك قسمت كل منطقة الشرق الأوسط، كل منطقة اتفاقية ساكس بيكو، ومحورها الرئيسي هو العراق وسوريا، وبالتالي أرادت أن تقوض هذا البناء. نعم لن يكون هناك حضور اليوم، قد أجرت عملية البناء، إعادة تقويم العراق وإنتاجه لدولة حقيقية يمكن أن ترعى أبنائها وتشعرهم هناك عملية ازدهار وهناك تحقيق مطامح وأحلام، قد أبعدت من هذا الأمر نتيجة فقداننا كثير من مواردنا المالية، كثير من مواردنا الطبيعية، فقدان كثير من مواردنا البشرية. اليوم العراق اليوم يحاول إعادة نازحي، معالجة الكفاءة التي قد فرت من العراق، حاولت أن تنقذ نفسها عندما طلع خرجت إلى أوروبا ولا أمريكا، إلى حتى آسيا وصلت. وبالتالي عملية إعادة البناء تحتاج إلى طاقات عقول وإلى ماد، من غير العقول ومن غير الأموال لا نستطيع أن ننهض. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عمدت إلى تقويض هذين العمودين المهمين، وهي العقول والأموال، وأصبحنا الآن نعيش في فوضى نحتاج إلى أعوام قادمة والأمكانات قادمة حتى نعيد سلسلة إنشاء قواعد جديدة حتى يكون البلد منتجا وصحيا ولديه إمكانيات تطور وأن يكون له حضور إقليمي ودولي. قال بعض المواطنين العراقيين أن الصراع في العراق اليوم يرجع سببه إلى حرب عام 2003، حيث بات العراق بعد الحرب يواجه تهديدات خطيرة متعلقة بالإرهاب وأعمال العنف، مما تسبب في سقوط العديد من الأبرياء ونزوح المواطنين، بينما دمرت البنية التحتية والاقتصاد. أكيد بعد 2003 واحتلال العراق من قبل القوات الأمريكية والقوات البريطانية، وهذا الخطأ الكبير اللي وقعوا به نتيجة عدم الأخذ بالأمور السلمية اللي قبل الأمور الحربية، كان أكو هناك المفروض يكون تواصل سياسي، تواصل حل دبلوماسي للأزمة، لكن هم خربوا العراق، هجموا على العراق، دمروا البنية التحتية، دمروا الجيش العراقي، دمروا الترسانة العسكرية للعراق، وبالتالي العراق وصل ما هي عليه. العراق كان لا يمتلك أسلحة دمار شامل، ولا هناك كثير من الأمور اللي كان يعني شكك بها الدول المعنية بهذا الشيء. نقول إن لابد أن بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية عندما شنت الحرب على العراق، العراق دخل في ويلات كثيرة وفي نفق مظلم يتحملها كل من عمل هذا الشيء. العراق هو دفع ضريبة هذه الأمور، ودخل عدم الأمن والأمان والقاعدة والدواعش وغيرها، يعني العراق هو كان هو المستهدف الأول والأخير. كما أشار محللون عراقيون إلى أنه لابد لبريطانيا أن تتحمل مسؤوليتها عن غزو العراق، ويجب على العراق رفع شكوى على كل من شن هذه الحرب. ومن جهة أخرى أكد خبراء عراقيون أن حرب عام 2003 تركت مشهدا سياسيا أكثر تعقيدا بالنسبة إلى العراق والمنطقة برمتها، وأن الخلافات السياسية والطائفية في العراق وأيضا الصراع بين مختلف الدول في المنطقة ووجود مصالح خاصة بالبلدان خارج المنطقة وغيرها جعل تهدئة الوضع في العراق صعبا وشاقا. المشاهدين الكرام، قبل بضعة أيام وفي يوم 6 يوليو صدر تقرير البريطاني حول حرب العراق، حيث أولى الجانب العراقي أهمية بهذا التقرير أيضا. وخلال مقابلتنا مع المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية يحيى رسول، قال فيها إنه من زاوية مكافحة الإرهاب ومنع انتشار الحرب العراقية عام 2003 هي جلبت تهديدا إرهابيا على هذا البلد حتى على المنطقة برمتها. أنت تعرف احنا من سنة 2003 سقط النظام، وبدأت بعد ذلك العمليات الإرهابية باستمرار. كان لدينا ما يسمى القاعدة والتوحيد والجهاد والقاعدة، وكان آخرها هو داعش. نحن لا نخوض في موضوع كيف تأسس داعش ومن وراء تأسيس داعش وما هي الغاية من تأسيس داعش. لدي يعني هناك يعني كمهنتي كضابط وكعسكري لا أخوض، لكن لدينا يعني من خلال الاطلاع والخبرة أنه هذا التنظيم الإرهابي تنظيم مجرم، تنظيم استباح كل الحرمات، لا يمت الإسلام بصلة. العمليات العسكرية كانت تجري بداخل مدينة بغداد، وكان إرهاب كبير في بغداد بعملية انطلاق عملية خطة فرض القانون
استطاع الجيش العراقي والقوات المسلحة من إعادة تأمين مدينة بغداد والحفاظ على أرواح المواطنين. بعد ذلك كانت عملية انتشار وملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي، لكن ما حدث بانتكاسة الموصل وسقوط مدن ومحافظات حقيقة كان مؤلم جدا، لكن ما عملنا عليه هو استعادة العافية وإعادة الثقة بالقوات المسلحة. كان خير يعني من وقف وساند القوات المسلحة هم أبطال الحشد الشعبي، هؤلاء اللي الأبطال اللي ضحوا بأنفسهم ومالهم وبأولادهم وفي بكل شيء من أجل الحفاظ على العراق ووحدة العراق، من خلال فتوى كريمة للسيد علي السيستاني دام الله ظله بالجهاد الكفائي. كانوا سند كبير للقوات المسلحة ووقفوا وأعطوا دافع معنوي كبير للقوات المسلحة. بدأت إعادة بناء ويعني اختيار القيادات المهنية والعسكرية، وأيضا عملية يعني التدريب والتسليح والتجهيز وفق أحدث الأسلحة والمعدات، وأيضا عملية التدريب فيما يخص قتال المناطق المبنية وحرب الشوارع. الآن نحن ليس بمعركة تقليدية جيش يقابل الجيش في ساحات معركة، الآن العمليات تجري في قتال مناطق مبنية وحرب شوارع وقتالات خاصة، وهذه من أصعب القتالات في كل العالم. نجحنا بكل عمليات العسكرية، حققنا انتصارات كبيرة، والأهم من هذا وهذا ما سيدرس مستقبلا، لا يوجد جيش بالعالم يستطيع القتال داخل مناطق مبنية وهناك مواطنين ويقوم بعملية قتال عناصر التنظيم الإرهابي والحفاظ على أرواح المواطنين ونقلهم إلى مناطق آمنة. من صعوبة هذه، لا أعتقد جيش بالعالم يستطيع أن يميز بين المدني والإرهابي وهو يرتدي نفس الملابس ومتعايش في نفس المنطقة والمناطق، لكن حقيقة كان جهد كبير، نجحنا بكل عمليات، حررنا ونقلنا آلاف المواطنين من المناطق اللي تقدمنا فيه في رمادي، في كبيسة، في هيد، في الرطبة، وكان آخرها في مدينة الفلوجة. كانت من أنظف المعارك اللي خاضتها القوات المسلحة والعمليات المشتركة بتحرير مدينة الفلوجة، حتى نسبة الدمار كأبنية وكمرافق سواء صحية أو يعني تابعة إلى البنى التحتية لم تكن لدينا يعني نسبة ضئيلة جدا كان هناك مدمر، والتدمير ليس من القوات المسلحة وإنما من عناصر التنظيم الإرهابي. إذن جيش وقوات مسلحة بهذه الخبرة التي استمرت لتقريبا أكثر يعني 13 سنة استطاع من أن يعيد مساحات شاسعة. كان تنظيم الإرهابي يسيطر على 40% من مساحة العراق، الآن الحمد لله والشكر التنظيم الإرهابي بدأ بانهيارات كبيرة وهروب وانكسار، وحققنا نصر كبير. مهمتنا إنسانية قبل أن تكون عسكرية، يعني انطلقت العمليات العسكرية في كل مناطق الغرض من هو تحرير المواطنين من قبضة عناصر التنظيم الإرهابي. نجحنا وسننجح، وإن شاء الله مثل ما أشرت لك هذا العام عام 2016 سيكون هو عام التحرير الكامل وطرد عناصر التنظيم الإرهابي من آخر نقطة وآخر بقعة أرض من العراق، وستكون طلقة الرحمة على هذا التنظيم الإرهابي في مدينة الموصل. يعني أنت تأخذ معارك مع تنظيم يعمل على زرع العبوات الناسفة والتلغيم والتدمير، مهمته هو قتل، ذبح، تهجير، اغتصاب، سبي، يعني هذه المعارك لابد أن تكون فيها تضحيات، لابد أن تكون فيها خسارة، لكن ما أكو تجارب هواية كثيرة. ألمانيا بالحرب العالمية الثانية انهارت وكان تدمير كامل لألمانيا، بريطانيا، الكل، لكن استطاع بعد ذلك الشعب والحكومة أن تعيد بناء ما خلف العمليات العسكرية، والآن ألمانيا وبريطانيا ودول كثيرة استطاعت من أن تنهض وتصل بشعبها وبالبنى التحتية وأن تكون من الدول اللي محترمة فيما يخص هذا الموضوع البناء وإعادة التمييم. نستطيع إن شاء الله بعد أن تنتهي العمليات العسكرية من إعادة بناء ما خلفته هذه المعركة وطرد عناصر التنظيم الإرهابي، وإن شاء الله يرجع العراق مثل ما كان وأفضل. المشاهدين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكرا للدكتور أميل سعيد وأيضا العميد يحيى الرسول. شكرا لمشاهدتكم وإلى اللقاء.